ليلى عبد اللطيف الطفلة يلي تألمت بصغرها صاروا الملايين بينطروها على الشاشات وصارت سيدة التوقعات من دون أي شك ومنازع. اليوم ليلى عبد اللطيف من بعد هالتقرير يلي شفناه والتوقعات يلي صدقوا معك بالسنوات الفائتة. نعم. اليوم كيف بتستحضري؟ كيف بتشوفي الصور بهالمعنى؟ كيف بتستحضري الصور براسك؟ كيف تتوقع؟ ليك هي هو ما أنا رح أقول لك أنا من أنا وعمري 12 سنة لليوم 13 سنة ما كنت أعرف لا بالتوقعات ولا بالإلهام ولا أنه التنبؤات ولا التنبؤات فقط للأنبياء ولا ودايما بقول لا يعلم الغيب إلا رب العالمين. لكن أنا عند ليلى عبد اللطيف هو رؤية للأمور أو إلهام الكبير اللي أنا بسميه ما بدي سميه أكثر لأنه نحن بنقول سبحان الله علم الإنسان ما لم يعلم أنا اللي أحيانا الأشياء اللي بحسها خليني أقول بحسها أو بشعر فيها بروح بكتبها وهي اللي بتطلع مزبوطة. إذا غيرت فيها ما بتطلع مزبوطة. تتقول عفوا يعني لتقول من أي سنة إنه فريق رياضي مغربي هو رح يوصل حدث العالم حديث العالم نعم وصار هالأمر وبالمونديال فريق عربي بيوصل لنصف النهائيات. يعني هيدي وقصة كورونا اللي هي من 2013 وفول الرئيس كمان 2012 وقلت إنه تتقول إنه مثلا إنه شو بجيبك على سريلانكا رئيس سريلانكا إنه إحساس وإلهام كله أنت إحساس. بيخيب إلهامك لما بيخيب إلهامي أنا حتى شغلي ذكرتني فيها لأولى قبل التوقعات شو هني؟ أول شيء بدي أقول مساء الخير أعزائي المشاهدين. قبل ما فوت قبل ما أقول توقعاتي عندي توضيح مهم وضروري علي. خليهم يعرفوه كل المشاهدين أو المتابعين لتوقعاتي بشكل خاص أو عام. لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق الله العظيم. ومن هذا المنطلق أقول إن كل توقعاتي بالأسماء لعدد من الشخصيات البارزة سوف تسقط حتما عندما تصبح هذه الشخصية في ذمة الله. فالإلهام أو التوقع شيء وأمر الله يغلب كل شيء، فلا كلام ولا إلهام بعد كلام الله عز وجل، فسبحانك وحدك يا علام الغيوب. فأنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. وبدي أقول شكرا وأرجو أن تكون هذه الكلمات كافية وشافية للمشاهدين عامة ولكل المشككين خاصة. وأخيرا وأخيرا أتمنى على كل المتابعين والمشاهدين أنه ينتبهوا من بعض التوقعات علي والأكاذيب التي تصدر في كل فترة على لسان ليلى عبد اللطيف. ورجاء خاص اسمعوا وتابعوا توقعاتي بالصوت والصورة، وأي توقع غير هيك هو احتيال وإشاعات وأكاذيب باسم ليلى عبد اللطيف، يعني بيستعملوا اسمي حتى يزودوا نسبة المشاهدة عليه على مواقعهم المدسوسة. وللمرة المليون أقول أنا لا أتعاطى لا بالأبراج أو الفلك لا من قريب ولا من بعيد، فأنا لست منجمة. للأبراج هم لعلماء النجوم والفلك، وبكل تواضع أنا صاحبة إلهام لا أكثر ولا أقل، فأرجو الحذر ثم الحذر من كل هذه المواقع المشبوهة. وشكراً على رحابة صدركم، وشكر خاص لقناة الجديد على إعطائي هذه الفرصة علي أو المساحة من أجل هذا التوضيح. أكيد.